ما بلغتش البوليس ليه؟ بوليس ايه؟ بقول لك مجرم، مجرم انت ما شفتيهوش، ده قال لي لو قلت لاي حد اني شفته هيخفيني ويخفيك. انت بتعمل ايه يا يونس؟ وبتحكي لي انا ليه؟ انا مش عايز اختفي. مش بحكي لك يا عالم، امال احكي لمين يعني؟ الله. طب هو عمل لك حاجه وحشه؟ طبق لي الغسيل. نعم. هو غريب يا عليا، مش مفهوم كده يعني، طيب وشريف في نفس الوقت، يعني تحسيه هاد وير غسان مطر نازل له سوفت وير كريمه مختار. ايه اي كلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتحاول تقنع نفسك باي حاجه عشان تفضل عايش مرعوب يا يونس، مع ان خلاص اللي كانت بتخوفك دي خلاص الله يرحمها ماتت. يا عليا يا عليا، انا انت لازم تبص بقى لمستقبلك شويه بعد اذنك عشان نعرف ناخد خطوه في علاقتنا دي. وبعدين بصراحه موضوع التاليف ده انا خايفه منه. ليه يا عليا؟ ليه ده؟ انا لسه مدي فيلم الخبز والخبائث للسواق بتاع حسن رداد ووعدني انه هيوصله. هو السواق بتاعه اكيد هيوصله. ها يوصله الفيلم يا عليا، بلاش غباء بقى. انا عايزك تعيش على الارض الواقع يا حبيبي. ما تبقاش عامل زي البورس، الناس كلها ماشيه على الارض وهو سايبهم وماشي على السقف وبالمقلوب. انا اسف مبدئيا ان انا بقاطعكم وانتوا فاتحين موضوع البورس. رغينا كتير، مش نطلب بقى ولا ايه رايكم؟ يا دوله، عايزنا نخلص على يونس لوحده ولا البت اللي معاه كمان؟ وانا اقطع كردي، انا هخلص عليه بايدي. مجدي تختوك ما ينفعش يبقى ليه نقطه ضعف، الواد ده هيختفي. تمام يا دوله. بص يا كردي، انا هنزل من العربيه، هتسيب العربيه دايره، هديه طلقه في دماغه، هشيله على كتفي، هرميه في شنطه العربيه، هنطلع نفله في الصحراوي. تمام يا كردي؟ تمام يا دوله. امسك كردي، انا مش هينفع اعمل كده. ايه ده؟ فيها دولة؟ معقولة يا كرد يعني سايب العربية راكنة صف تاني برا؟ الونش. ونش يا دولة؟ الونش يا كردي، اطلع عدل العربية، ما تبصليش كده يا كردي. قومني. قومني ايه؟ قومني انت. طب نقوم بعض. ازيك يا يونس؟ مش عارف البوليس ليه شادد قوي اليومين دول على موضوع الصف التاني ده. كل ده عشان الصف التاني ده الراجل مات. المهم انت كويس؟ انا كويس يا يونس، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. يلا بينا عليا. اقعد يا يونس. حاضر. هو في ايه يا يونس؟ هو تعرفه؟ يا عليا اعرفه، قريبنا. انا هبقى خاله، اخو امه الله يرحمها ويديها الصحه. بجد؟ طب انت ليه يا يونس ما قلتليش على المجرم الحقير اللي بيطاردك؟ ايه يا يونس؟ انت قلت لها ان في مجرم حقير بيطاردك؟ والله قلت حقير، انت بتجودي من دماغك ليه عليا؟ ما تقولي مجرم وخلاص. مع انك قلتلي ان المجرم قالك انك لو قلت لحد او بلغت حد انه شافك هيطلع عين امك اللي هي اختي الله يرحمها. الله يرحمها. طب معلش، هو حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بشتغل ايه؟ انا طبيب جراح. عشان بس في ساعات بسرح في الشغل كده. مين؟ مين؟ دي عليا زميلتك يعني؟ لا، احنا في حكم المخطوبين. انت ما قلتلوش ولا ايه يا يونس؟ مخطوبين؟ انت احلى منها بكتير. الحمد لله. ايه ده؟ حضرتك هو ليه التولي ما فيهوش جزر؟ التولي بيتعمل كده يا فندم من غير جزر. لا معلش، انا ماما كانت احسن واحده بتعمل تولي في مصر وكانت بتملاه جزر. لا حضرتك، التولي اللي احنا بنعمله هنا من غير جزر، اما التولي اللي بجزر ده عند مامة حضرتك. استنى، ممكن توريني الحمام فين لو سمحت؟ بعد اذنك. قومي. نقوم فين بس؟ قومي يا علي. هنقوم فين؟ هنقوم فين؟ صدقت لقيت حد لذيذ. قومي يا علي، انت مش فاهمة حاجة. مش هقوم، مش هقوم يا يونس، مش هقوم. بطل التحكمات، بطل التحكمات. يا علي انت مش فاهمة حاجة. ما تفرجش يلا يا حمار، هنموت. مش هنموت، انا مش فاهمة انت بتعمل كده ليه؟ هيكفي حاجة يا يونس؟ لا لا، مدياني ايدي. دي علي دي والله طيبة جدا، بس هي اتأخرت ولازم تمشي. ما تأخرتش. تأخرتي. ما تأخرتش. تأخرتي. لا والنبي، أنا اللي تأخرت. يلا عليها، يلا عليها والنبي، يلا. يا يونس، يا يونس أنت ما كملتش أكلك. يوه. نقعد شوية يا لهوي. إيه ده؟ إيه إيه؟ هوصلك يا عليا. وصلني؟ توصلني بإيه يا حسرة؟ تاكسي؟ ما انت لو كنت اشتغلت معايا في الشركه الالمانيه من زمان كان زمانك دلوقتي معاك عربيه. عليها، هو انت بقالك كام سنه شغاله في الشركه الالمانيه؟ كل عاوز برب الفلق. 5. جبتي عربيه؟ لا. جبتي موتوسيكل؟ لا. جبتي باتيناج؟ لا. امال بتتكلمي ليه؟ بتتكلمي ليه؟ هو انا ناقصي؟ وهعمل ايه بالباتيناج؟ يا كردي، امرك يا دولة. هات العربيه ليونس عشان يوصل للمدام. شفتي؟ لا لا، ملوش لزوم، انا خلاص هروح بتاكسي. ملوش لزوم ازاي؟ يونس يبقى موجود وتروحي التاكسي هيوصلك بعربيته. شكرا قوي. مش اتفضل. لو سمحت، حضرتك عايز مني ايه؟ عايز اشوفك احسن واحد في الدنيا. ايه؟ هتقف تبيع وتشتري فينا وهنقف ساقتين؟
امسك. في نمرتي توصلها ويجيني تاني. انا لسه هشوفك تاني. العربيه جاهزه يا دولي. استني يا عليا. يا يونس خد ده اتسلى بيه في الطريق. يا يونس ايه ده الزرار دي كلها؟ امك كتبتي لانش؟ لا يا يونس السندوتشات يا حبيبي انت على لحمه مش عايز. قول يا يونس انا جعانه هات انا هاكل. يلا بقول لك ايه استنى اخد حاجاتي من ورا. اتفضل طبعا. ايه ده يلا خد بالك من نفسك. بقول لك ايه الرخصه في الشماسه. ها اربط حزام الامان يا يونس. لا ده حزام ناسف يا يونس. ده حزام ناسف بتاعنا. ليه ليه هات. بقول لك ايه افتح لي الشنطه في حاجه ورا عايز اخدها. وفي ايه يا عم متعطلين ليه؟ دكتور انا محبش الدكتور للدكتور.